يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الغد الأحد باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد. وهذه مشاهدينا درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات. نبدأها معكم من القاهرة: العظمى 16، الصغرى 8، الإسكندرية 16 10، مطروح 15 8، بورسعيد 17 8، والإسماعيلية العظمى 17، الصغرى 7. نذهب بعدها إلى السويس: العظمى 17، الصغرى 8، العريش 17 8، طابة 15 10، شرم الشيخ 19 13، والغردقة 18 13. أيضا الأقصر سجلت العظمى 18 والصغرى 7، أسوان 19 8، الوادي الجديد 19 4، شلاتين 22 11، وأخيرا حلايب العظمى 20 والصغرى 12. أما مشاهدينا، عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية نتابعها الآن.